TWNFM 91.2. عدد الرحلات ان شاء الله بقدرة ربي مش تكون اثنين. اثنين ان شاء الله. معناتها باش نبداو باثنين. احنا نقوموا الصباح وقتاش نمشيوا ولا رحله؟ في اغلب الاحيان مازلنا معناتها مازلتش معناتها مش اكزاكت اما ابي مع 8:45 8:45 الرحله الاولى توصل للجربه ان شاء الله. معناها في ليموفيتون مع العشرة 10:15 تعاود ترجع نورمالمون. وقتاش ترجع؟ فما انسكال ولا جوست توصل تفرغ وترجع؟ نورمالمون توصل تفرغ وترجع. ما هذه كما قلت لك معناتها لي ديتاي نتاع اخر وقت. اخر وقت معقول ترجع من غادي العشاء. ورحله ثانيه وقتها؟ رحله ثانيه تقريبا توصل نص النهار هذه هوني. مع ساعتين ونص. ساعتين ونص غادي توصل الاربعه بعد تعاود ترجع هوني ان شاء الله. هذه معناتها ابريوري معناها واحد ينجم يمشي 6 نتاع الصباح يوصل يمشي معنا 8 نتاع الصباح الجربة يعدي نهار كامل ويرجع للصفاقة 6 نتاع العشية. برمجة حلو برشا اكيد جدا. وزيد احنا مش نكونوا نحكيو شوية على لي بري معناها ساكوت شير ولا قبل ما نحكيو على لي بري مش نحكي ماش نقول لك معناتها احنا مش نكون بوزيسيون دي باساجي. نحن فما بكل صراحة الناس مش مستنسين بالنوع هذا نتاع الواحد باش نستنسوهم. واذا شفنا اقبال احنا معناتها على ذمة الشعب التونسي والمسافرين التونسيين توانسة باش نوفروا لهم اكثر رحلات ممكنة. بالنسبه للسعر باش نعطيك معناتها ديفيز سي لو كونفور دو لافيون اي لو بري دي بوس. ثمن الحافله والرفاهيه نتاع الطياره بالضبط. خاطر حتى الكرسي هو كرسي نتاع طياره والفي بانوراميك نتاع معناتها نتاع بليزونس نتاع والسعر ان شاء الله باش يكون تقريبا في حدود 21500 21600